عقبة بن نافع، الفصل 21. عقبة على شاطئ الأطلنطي. وجه عقبة فرسه نحو الغرب، فلم يلق في طريقه غير الرمال والصخور، ووجد نفسه قد وصل إلى شاطئ المحيط الأطلنطي. عند ذلك أوقف الفرس على الشاطئ قليلا، ثم أقحمه في المحيط حتى بلغ الماء صدره، وتطلع نحو السماء وقال: يا رب، لولا هذا المحيط لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين، مدافعا عن دينك، ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. ثم أرسل عقبة نظرة طويلة فاحصة متأملة على الأمواج التي لا تهدأ ولا تستقر، ومضت في ذهنه خواطر شتى عن حركة الفتوحات الإسلامية التي أخذت تغسل بنور الله ظلمات الكون وظلامه، وتمحو ما علق بثياب الحياة من آثار الطغاة والمستبدين، وتبعث في آفاق الدنيا وميضا من الهداية والعدالة، وتقدم لإنسان هذا الكون أغلى القيم وأسمى المبادئ وأجمل الأخلاق في رسالة سماوية كلها إشراق وسمو وصفاء. تدفقت هذه الخواطر الملهمة الشفافة على ذهنه كما تتدفق السكينة على قلب المؤمن فتزيده إيمانا. انسالت هذه الخواطر على لسانه كلمات فيها من ألق وجدانه وغمض مشاعره. قال عقبة يناجي المحيط: أيها البحر الزاخر، إنك حلت بين المسلمين وبين مواصلة زحفهم المقدس إلى غاية مقدسة. إن في نفس المسلم من قوة الإيمان والعزيمة ما في موجك الصاخب من قوة التلاطم والاندفاع، وإذا كانت القرون تمر بك فلا تزداد إلا عظمة وجلالا، فإن الإسلام سيظل في خلوده وبقائه رائعا كموجك المتجدد صافيا كمائك النقي. وسوف تشاهد أيها البحر سفن المسلمين وهي تمخر عبابك يرفرف عليها لواء الله، وتحفها هالات النصر ويفوح منها عبير الحق واليقين. ثم أدار عقبة زمام فرسه وعاد إلى الجيش، وكان يفكر في القيام بغزوات جديدة تضيف مهابة وجلالا إلى عزة الدولة الإسلامية. ماذا يفعل وقد حال المحيط الأطلنطي بينه وبين إشباع رغبته في الغزو والفتح؟ إن همته برغم أنه جاوز 60 من عمره لم تفتر، وعزيمته لم تعرف الكلل. إنه منذ فتح عينيه على نور الحياة وهو يعشق الجهاد ويطلب لصليل السيوف، ولقد عاصر أذهى سنوات الفتح في عهدي عمر وعثمان، وخاض كثيرا من المعارك وذاق حلاوة النصر. ودلوقتي مع معنى الكلمات: ذي القرنين يعني الإسكندر الأكبر الذي ملك فارس والروم، شتى يعني متفرقة، وميضا نورا يملأ الدنيا، السكينة يعني الطمأنينة أو الوقار، انسالت يعني تتابعت الخواطر عليه، ألق يعني لمع وأضاء، وومض يعني لمعان، الزاخر الذي فاض ماؤه، الصاخب العالي المرتفع ماؤه، خلود بقاؤه ودوامه.
تمخر تشق عبابك يعني موجك المرتفع. سفن يعني سفن المسلمين بتشق موجك المرتفع. العبير الرائحة الطيبة. الكلل التعب. صليل السيوف صوتها. أزهى أجمل وأعظم. ودلوقتي مع التدريبات، السؤال الأول: إلى أين اتجه عقبة بعد الانتهاء من فتح السوس وماذا وجد؟ اتجه عقبة نحو الغرب فلم يجد أمامه غير الصخور والصحراء الممتدة، ووجد نفسه على شاطئ المحيط الأطلنطي. السؤال الثاني: ماذا فعل عقبة حينما وصل إلى شاطئ المحيط ولماذا؟ أقحم فرسه في ماء المحيط حتى وصل إلى صدره، حتى يثبت لنفسه أنه قادر على اقتحام الصعاب وأنه لم يتوقف عن الفتح إلا بسبب هذا البحر. السؤال الثالث: بماذا دعا عقبة ربه وهو على شاطئ المحيط وعلى ما يدل هذا؟ قال: يا رب، لولا هذا المحيط لمضيت في البلاد إلى ملك ذي القرنين مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك. وطبعا ده بيدل على ايه؟ على حب عقبة الشديد للجهاد في سبيل الله. السؤال الرابع: ما العلاقة بين الجهاد في سبيل الله وبين الإيمان؟ كلما زاد إيمان الإنسان قوي ثقته بالله وازداد حبه للجهاد. كلما زاد إيمان الإنسان بيزيد حبه للجهاد. السؤال الخامس: ما هي الأفكار والخواطر التي دارت في عقل عقبة؟ كان بيفكر في إيه؟ دارت أفكار وخواطر عن حركة الأمواج المستمرة وعن حركة الفتوحات التي غسلت الكون من ظلام الشرك والجهل وقدمت للإنسان أعظم القيم والمبادئ. السؤال السادس: كيف تدفقت هذه الخواطر على ذهن عقبة وكيف ترجم هذه الخواطر؟ تدفقت على ذهنه كما تتدفق السكينة على قلب المؤمن تزيده إيمانا، وترجم هذه الخواطر عندما حدث المحيط وقارن بينه وبين. السؤال الأخير: ما سمات ومميزات عقبة كما جاء في هذا الفصل؟ طبعا لديه عزيمة وإصرار على الفتوحات رغم تجاوز سن 60، يعشق الجهاد ويطرب لسماع صليل السيوف. عاش أزهى عصور الفتوحات في عهدي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله.